بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عمر بن محمد بن قضيب رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. آخر ما ذكرناه هو الحديث المنقطع، وهو من أنواع الحديث باعتبار السقط في السند من عدمه، ويتلوه المعضل، وهو أيضا نوع من أنواع الحديث باعتبار السقط في السند. فالناظم قال: والمعضل الساقط منه اثنان. والمعضل، المعضل، العضل في اللغة هو المنع، العضل في اللغة هو المنع، عضلها وعضله أي منعها أو منعه. ومنه قوله جل وعلا: فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي فلا تمنعوهن. هذا المقصود بالعضل في اللغة، هذا المقصود بالعضل في اللغة. والمراد به في الاصطلاح المعضل هو الحديث الذي سقط من سنده راويين فأكثر بشرط التوالي، على التوالي، على التوالي. ولهذا ذكر الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي في تعريفه للمعضل فقال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. عبد الله بن إبراهيم العلوي في تعريفه للمعضل، في تعريفه للمعضل. عبد الله بن إبراهيم العلوي من مشايخ شنقيط، وهو صاحب مراكز سعود، صاحب مراكز سعود، فعنده نظم في المصطلح سماه تحفة الأبرار أظن في علم، في علم المختار أو في نظم علم حديث المختار وكذا، تحفة الأبرار للشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي، هو نفسه صاحب نظم مراكز سعود، نظم هذا النظم في علم الحديث، اختصر به ألفية العراقي، اختصر به ألفية العراقي. عندك؟ أيوة، أظن تحفة الأبرار سويها هذا. ومعضل، ها؟ ما أدري في في النبي المختار أو كذا. لا، تحفة الأبرار في شرح الشيخ المختار الفتواني، تحفة الأبرار في في نظم علم الحديث المختار أو نحو ذلك. نعم، فنظمها ألفية العراق، اختصرها فقال بإيجاز: ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا، أي راويين فأكثر، ومعضل من راويين خالي، هذا صوت البيت، فصاعدا لكن مع التوالي. لا، ما هو هذا عبارة عن كتاب في الأذكار. نعم، لا عندنا بعدين، مش مشكلة، النظم عندي أنا موجود، وعليه له شرح مطبوع أيضا في مجلد عندي أيضا موجود. إذن ومعضل من خاويين، من خاويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، هذا المقصود بالمعضل. فما هو المعضل؟ أن يسقط من السند راويين بشرط التوالي، راويين فأكثر. أما إذا كان سقط راويين فأكثر لكن ما لا على التوالي، فهذا يبقى في حد المنقطع. لفظ المعضل استعماله عند المتقدمين بمعنى الإشكال، وهذا حديث معضل وضبط بالكسر معضل، أو سند معضل أو معضل، أي فيه إشكال. هذا الذي وجد في استعمال المتقدمين،
كما نقل في عن النسائي وغيره. ولكن استقر هذا الاصطلاح، قد ذكره ابن الصلاح وغيره من أهل العلم، بأنه ما سقط من إسناده راويين فأكثر بشرط التوالي، بشرط التوالي. نعم. والإعضال كثيرا ما نجده في كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ويوجد منه أيضا في موطأ مالك، ومنه الحديث الذي رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة فبين مالك وأبي هريرة سقط ماذا؟ سقط رجلان. أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا حديث معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ. نعم. وسبب ذلك أنه سقط بين مالك وأبي هريرة راويان، وعلم ذلك بتتبع الطرق. في الحديث جاء عن القعنبي عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا يسمى معضل. بعض أهل العلم أيضا يسمي رواية تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نوع المعضل، لأنه أسقط تابعيا وصحابيا، تابعيا وصحابيا. ولربما أيضا يكون هذا من التابعي أيضا، التابعي يذكر مقالة مرفوعة فلا يذكر النبي الصحابي ولا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشعبي كما مثل عن الشعبي، قال الشعبي كذا وذكر كلاما. بعد البحث وجدنا أن الشعبي يروي عن صحابي والصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك القول، هذا مثل به أيضا في المعضل، ووارد هو وارد. إذن قال: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا. أيوة جيد، هذا هو طلعة الأنوار، طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار، هذا هو الكتاب، منظومة اختصر فيها المؤلف ألفية العراقي في علوم الحديث. نعم. طلعت الأنوار. نعم. طيب. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. تفضل. قال: وما أتى مدلس النوعان. المدلس ويسمى التدليس، المدلس ويسمى التدليس. المدلس بفتح اللام هو اسم مفعول، والمدلس بكسر اللام هو اسم فاعل، والمصدر من ذلك التدليس، وفعله دلس، ودلس بمعنى أخفى، بمعنى أخفى، وغيب الشيء، أخفى العيب وغيب الشيء. ومنه النهي عن بيع التدليس، بيع التدليس المقصود به أن يخفي البائع العيب، أو أن يخفي المشتري العيب في النقد، فبيع التدليس منهي عنه. فالمراد بالتدليس في اللغة هو إخفاء الشيء أو إخفاء العيب. ومنه يقال: دلس الليل النهار، أو العكس، أي أخفاه، أي أخفاه. فكأن هنا الراوي يخفي شيء من العيب، يخفي شيء من العيب في الحديث، فهذا يسمى الحديث المدلس أو حديث المدلس. فالحديث المدلس أي الذي أخفي فيه العيب، وحديث المدلس حديث الذي هو أخفى
العيب، هو الذي أخفى العيب. نعم. ومنه التدليس في البيع، وهو إخفاء العيب حتى تظهر السلعة ماذا؟ حسنة في عين المشتري. فقال: وما أتى مدلسا نوعان، أي أن التدليس نوعان. ما هما يا بيقوني؟ قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، الأول. والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. إسناده إسناده. والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. لا يصف الإسناد، يصف الإسناد في نسخة هكذا. إيش عندكم أنتم؟ أوصافه؟ نعم. نشوفوا نسخة محققة. ما بقت عندي، أرسلتها ليش عندي؟ عندي نسخة محققة على مخطوط، إذا وجدناها ننظر فيها. لكن النسخة محققة ما عندي. لكن على كل إسناده أو أوصافه المعنى واحد إن شاء الله تقريبا. المعنى قريب على كل ماشي. ها؟ والله ونشوف. قال أوصافه لا بأس، ما في شيء لا بأس على كل حال. الحاصل فهو بيقوني جعل هذا التدليس على قسمين، لكن عبد الستار استدرك وقال أن لفظ الثاني يستبدل بماذا؟ بكلمة الثالث. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه. والثاني قال: والثالث لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم، هذا التدليس. طيب نتبع أبيات الناظم وبعدين نقرب المعنى. هنا البيقوني جعل التدليس على قسمين، الأول والثاني. الأول نسميه تدليس الإسناد، الأول نسميه تدليس الإسناد، والثاني نسميه تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد يتعلق بالسند، وتدليس الشيوخ يتعلق بالراوي نفسه في أوصافه. تدليس الإسناد على قسمين، تدليس الإسناد على قسمين. فالبيقوني ما لا اعتراض عليه في الأصل، لأنه يقول التدليس على قسمين، إسناد وشيوخ. والإسناد على قسمين، تدليس السند نفسه، تدليس التسوية الذي سيأتي، والشيوخ واحد، لكن بعضهم يجعلها على ثلاثة. إذا جعلنا كذلك نقول إذا ليس ثلاثة بل أكثر، أربع، بل ليس أربع بل خمس وربما نزيد. يعني عندك تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس الأماكن، تدليس الأماكن. فيقول حدثني فلان من وراء النهر. تعرفون بلاد وراء النهر وين؟ جهة أيوة، جهة إيران، أفغانستان. لكن هو يقصد من وراء النهر، بينه وبينه نهر النيل، هو في مصر.
يقول حدثني حدثني في طرابلس. وين طرابلس؟ كاين المشرق وكاين المغرب، واضح؟ يفرقون أهل العلم بينهما بماذا؟ بزيادة همزة. أطرابلس لبنان أطرابلس، وليبيا طرابلس، واضح؟ فيقول حدثني بطرابلس، وين يروح ذهنك؟ ممكن لبنان وهي في المغرب، أو المغرب هو في لبنان. ونفس الشيء حدثني بدمشق، أو حدثني بالمدينة، أو وهو يقصد شيء غير له. فهذه يعني تتعدد الأقسام. الحاصل قال، نشرح المتن، نظم الكلام المؤلف الناظم بعدين. الأول الإسقاط للشيخ، هذا نسميه العلماء تدليس التسوية. تدليس التسوية، وفيه فرق بين إضافة التسوية للتدليس وبين إفرادها، واضح؟ يقال سوى الإسناد، وهذا تسوية في الإسناد، هذا غير تدليس التسوية، هذا غير تدليس التسوية. فتسوية الإسناد أوسع من تدليس التسوية. تدليس التسوية هو أن يأتي الراوي فيسقط ضعيفا بين ثقتين سمع كل منهما من الآخر، فيسوي الإسناد، يسوي الإسناد. هذا هو حقيقة تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ أن يروي الراوي الحديث فيسقط ضعيفا بين ثقتين، يكون قد سمع كل منهما الآخر، لأنه إذا لم يسمع الثقة الأول من الثاني العيب واضح، لأنه يأتي صغار الطلبة فلان فلان بينهما فجوة، حديث منقطع انتهى. لكن ليس المقصود هو هذا، المقصود بيان جمال إسناد، فلان سمع من فلان متصل، حديث متصل. لكن عند التدقيق تجد أن هذا الحديث لم يرويه زيد عن عمرو مباشرة، بل رواه بواسطة، واضح؟ يعني أنت الآن كل ما تنقله عني بالضرورة سمعتني، في أشياء تكون قد غيبتها، فتقول ما قال فلان، يقول سمعته، يقول لا فحدثني فلان عنه، واضح؟ هذا يقع لكل واحد. كذلك في الحديث كان يقع، يسمى التسوية. قيل هذا من أشد أنواع التدليس، وقيل من أخبث أنواع التدليس، حتى يقول بعض أهل العلم أن التدليس كذب. ولهذا يعني قد ترد المسألة على طلبة العلم وطلبة الحديث، وهو الاستفهام والاستغراب، لماذا يدلس المدلس؟ لماذا يخبي علينا هذا العيب؟ فعنده أسباب، على كل عنده أسباب. إذا ما هو التدليس التسوية؟ أن يروي الراوي الحديث فيأتي إلى شيخه فيسقط الضعيف الذي فوقه ويثبت الثقة الذي بعد، ويكون شيخه قد سمع من ذلك الثقة. أو الحاصل باختصار هو أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، واضح؟ يكون لقي أحدهما الآخر، هذا مقصود تدليس التسوية. ولهذا قال الأول الإسقاط للشيخ، الإسقاط للشيخ. بعض الرواة المعروفين من تدليس التسوية قيل بقية بن الوليد، ها؟ قال ابن حجر صدوق سيء الحفظ، يكثر عن الضعفاء والمجاهيل، وكان يسوي أو يدلس تدليس التسوية، أو عبارة قريبة من هذه قالها أهل العلم. فبقي ابن الوليد يقولون أنه ممن كان يدلس تدليس التسوية. كذلك الوليد بن مسلم قالوا كان يدلس تدليس التسوية. كذلك إسحاق ابن أبي فروة، أو لا نفسه بقي ابن الوليد نفسه بقي، نعم، هذا بالنسبة للتدليس التسوية. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم قال سمعت أبي، هو أبو حاتم، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، يعني عقيدته ورأيه، وهذا حديث لا يثبت. قال أبي، هو أبو حاتم، هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة عن إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع وهو ثقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله ابن عمرو
كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية بكنية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدي أو لا يهتدى له. فإذا الإسناد كيف الإسناد؟ عمر أو عبيد الله ابن عمر عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف، عن نافع عن ابن عمر. ماذا فعل بقية؟ جاء إلى عبيد الله بن عمر فلم يسمه، وإنما قال أبو وهب الأسدي، وهو كنيته أبو وهب وهو من بني أسد فلا يهتدى إليه، وأسقط إسحاق فصار أبو وهب عن نافع عن ابن عمر. يأتي الحديثي أو طالب الحديث فيدرس إسناد أبو وهب ثقة، نافع سمع عن نافع ونافع ثقة ونافع عن ابن عمر، هذا إسناد قوي جدا ويصح الحديث ويقول حديث مقبول، وهذا فيه ماذا؟ أمر قل من يفهمه كما قال أبو حاتم. ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الراوي، معرفة الكنى، معرفة الأسماء والأنساب والألقاب، حتى إذا جاء الراوي الواحد بغير وصف باسمه بنسبه إلى أبيه بنسبه إلى جده بنسبه بكنيته فتهتدي، تعرف أنه هو نفسه. يعني تأتي في الإسناد حدثنا سليمان، وفي رواية حدثنا ابن مهران، وفي حديث آخر حدثنا الأعمش. سليمان ابن مهران الأعمش واحد، كل واحد ليس يعني. نعم، هذا الأول تدليس التسوية واضح، وهو أن يروي الله أن يسقط الراوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسوي الإسناد، واضح يسوي. ما سبب ذلك الفعل؟ قد يكون الراوي ضعيفا فيفعله ماذا؟ يعني الذي يسقط يفعله يعني من باب تحسين الأسانيد، تحسين الإسناد، يعني يظهر عند الناس أنه يروي الأسانيد نقية، وقد يكون له أسباب أخرى. نعم نعم. كيف يدرك ذلك السقط اللي هو الضعيف بين ثقتين؟ قال أبو حاتم قل من يفهمه، قل من يفهمه. إذا ما وراه الناس كما البخاري أبو حاتم وشعبة وكذا، ما هؤلاء الذين نعم. على كل كيف يهتدى له؟ يهتدى بتتبع الطرق، بتتبع الطرق. لماذا العلماء لماذا البخاري يقول أحفظ ألف ألف حديث، والإمام أحمد يقول كذلك؟ من أين؟ لما تأتي ألف ألف حديث قد لا يقصد به المتون، يقصد به الأسانيد. يعني الحديث الواحد يحفظ له ماذا؟ 10-15-20 إسناد، واضح؟ ولهذا قال العلماء الحديث إذا لم تجمع طرقه ها لا يتبين خطأ. إذا لم تجمع طرق الحديث لا يتبين لك الخطأ، لا يتبين لك ماذا؟ الخطأ. فإذا جمعت طرق الحديث ووضعتها كل واحد أمام الآخر وتشوف وتقارن، تشوف أن هؤلاء 15 أو 10 رواة رووا الحديث بهذا الطريق، وواحد رواه خالف، وذاك الواحد ليس في الثقة والقوة مثل هؤلاء فزاد أو أنقص أو غير. هنا تعرف بالدراسة العملية، تعرف أن هذا الخطأ من فلان وليس من فلان. فنأتي إلى الحديث هذا ونجمع الطرق فنشوف أن طريق فيه واحد سقط، فلماذا الآخرون أثبتوا وهذا أسقطه؟ نشوف، قد يكون خطأ منه، قد يكون الحديث جاء بهذين الطريقين، هذا كله في العملية التطبيقية والممارسة تجده، واضح تجده. يعني أحيانا تجد الحديث يعني مثلا الراوي يروي عن شيخ عن آخر، وبعدين في طريق آخر يقول لك ثم لقيت فلان يعني الشيخ فيروي عنه مباشرة، والواسطة تسقط، الواسطة تسقط. لكن هذا بتتبع الطرق تعرف أن الإنسان روى بواسطة ثم لقي الدرجة الأعلى فصعد بماذا؟ بدرجة، بحثا عن الإسناد العالي. ولكن أحيانا لا تجدها، فيكون قد يكون من باب ما يسمى بالمزيد متصل الأسانيد، قد يكون من باب الإرسال الخفي، وقد يكون من هذا الباب وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين. كيف يعرف؟ بتتبع الطرق وبنص الأئمة
وبوجود الحديث في طريق آخر يكشف لنا هذا، أو كلام أهل العلم بأن هذا الحديث وقع فيه كما ذكر هنا. نعم. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، لكن من هذا؟ المدلس وليس كل راوي. أما الثقة إذا قال روى عن غيره قال فلان أو عن فلان، فقلنا سابقا أن رواية الثقة غير المدلس إذا روى بالعنعنة وأمكن اللقي ووجد ما يدل عليه، أو وجد ما يدل ما ولم يوجد ما يدل على أنه لم يلقه ولم ينقل عنه، فهنا يحمل على ماذا؟ على الاتصال والسماع. وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني يروي عمن فوق، هذا يسمى تدليس الإسناد، أخذ تسوية وهذا إسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه. ماذا يروي؟ يروي ما لم يسمعه منه بعبارة توهم السماع، بعبارة توهم السماع. أن يروي الراوي عمن سمع، يعني أنا مثلا سمعت حضرت شيخ العباد وسمعت، واضح؟ دي مقالة، أعوذ بالله من تدليس، أنا لست مدلسا، أنا جي نقول قال شيخ العباد، قال شيخ العباد، أنتم تعرفوا أني حضرت للشيخ وسمعته، لكن هذه العبارة سمعتها منه أو لا؟ بعد البحث تجد أني أنا ما سمعتها، وإنما نقلتها بواسطة، نقلتها بواسطة. فإذا جاء واحد يتثبت ويتشبث وكذا وينقر وكذا، يقول يا شيخ ماذا قال شيخ العباد في كذا، نقول قال كذا، وبعد يجي مرة أخرى يقول لي ماذا قال قال كذا، بعد يجي مرة أخرى يقول لي بصح أنت سمعته، أنت سمعته. هكذا كان أئمة الحديث يفعلون، كما يفعل شعبة وغيره، يتتبع شعبة إذا حدثه يقول سمعته، فيغضب الشيخ، يغضب الشيخ، وسمعته كما وقع له مع إسحاق السبيعي، وكان حاضر معه من مع مسعر بن كيدان، فقال شعبة لأبي الوليد قال سمعته غاضب، مسعر بن كيدان قال له الشيخ موجود أمامك في مكة، وراح صحيح في مكة غير هنا 500 كيلو هذا الإسحاق، قال الشيخ حي اذهب فاسألهم إذا كان سمع حدثهم. فالمهم قصة طويلة لشعبة رحمه الله تعالى وغيره. فإذا هذا هو التدليس، أن يروي الشيخ عن الراوي عن شيخه وقد سمع منه، لكن بعض الأحاديث لم يسمعها، ولا يروي بلفظ يبين أنه لم يسمع، ولا بلفظ يبين أنه سمع، ولكن لفظ موهم، لفظ موهم، يقول حدث فلان، قال فلان، ذكر فلان، وعند التتبع نجد أنه لم يسمعه منه، فيوصف عند ذلك الراوي ماذا؟ بالتدليس. هنا نقول وكيف علمنا؟ هذا مما ألهم الله به علماء الحديث، يتتبعون الحديث، شغلهم الشاغل هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتتبع الراوي ليعرف فلان أدرك فلان شيخه وجلس له وسمع منه، لكن يعرف أن في أحاديث لم يسمعها، في أحاديث لم يسمعها، وقال وأخبر أنه حدث عنه بلفظ مهم للسمع، فيقال فيه تدليس، واضح؟ فيقال فيه تدليس. وألفوا في ذلك كتب في التدليس، يعني طبقات المدلسين، طبقات المدلسين، ومن أول من ألف في ذلك النسائي، له ماذا؟ أسماء المدلسين، النسائي متوفى سنة 303 هجرة، وقبله كاهي موجود لكن عبارة عن نصوص، شعبة يقول فلان مدلس فلان، لكن من أول من جمعهم الإمام النسائي، له كتاب سماه طبقة أسماء المدلسين، ثم بعد ذلك ألفت كتب، وموجود في كتب التراجم القديمة عندك التاريخ الكبير للبخاري وجرح تهذيب أبي حاتم وغيره أسماء للمدلسين. كيف عرفوا ذلك؟ بتتبع طرق، علموا أنهم رووا عن مشايخهم بعض الأحاديث لم يسمعوها، فهذا يدل على وصف التدليس، فقالوا فلان يدلس، فقالوا فلان يدلس، ويثبت عليهم التدليس ولو بمرة واحدة، قد يثبت عليه التدليس ولو مرة واحدة يعني، لكن يعني يفرقون يجعلهم على درجات، يعني هناك من يدلس عن الثقة، هناك من قل ما يدلس، وإذا دلس يدلس أشياء يسيرة ليست أحاديث أصول، واضح؟ هذا يؤخذ بتفصيل إن شاء الله في محله. نعم.
حدثنا أبي هريرة نفسه هو مثال يعني قد يقول الراوي حدثنا فلان ويقصد حدث أهله قبيلته مثل حسن البصري يعني روايته عن أبي هريرة. فأكثر العلماء يقول ما أدركه، لكن عنده فيه أحاديث يقول حسن البصري حدثنا أبو هريرة. قال النسائي لم يحدثه هو وإنما حدث أهله قبيلته بلده أهل البصرة، لكن هو لم يسمع منهم مباشرة، لم يسمع منهم مباشرة. واضح لهم أسباب على كل حال في ذلك. نعم. تدليس الإسناد لا يوجد فيه سقط ظاهر. تدليس الإسناد يروي الشيخ الراوي عن شيخه بلفظ يوهم السمع، فربما سمع وربما لم يسمع، لأنه لما يقول مثلا المدلس مثلا سعيد بن أبي عروبة عن فلان، نتتبع الطرق نجد أن سعيد حدث قال حدثني فلان. أما التسوية فيسقط التسوية. الوليد بن مسلم يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان، قالوا له الأوزاعي لم يسمع من فلان الحديث بينهما ضعيف، فلماذا تسقطه؟ قال أنا أجل الأوزاعي عن أن يروي عن أمثال هؤلاء. يعني وجد أحاديث الأوزاعي يروي عن ضعيف عن ثقة، قال الأوزاعي قيمته يعني منزلته عظيمة، فكيف يروي عن الضعيف؟ أن النحي الضعيف بشيبان إسناد ستأتمن. هذا تأويل عندهم. واضح؟ فتدليس التسوية بالتتبع نجد أنه فيه سقط. واضح؟ أما تدليس الإسناد فالمدلس يقول عن أو قال أو حدث أو ذكر، إذن هل سمع ولا لا؟ نبحث في طرق أخرى، إذا وجدنا قلنا قد صرح بالسماع، إذا لم نجد نقول هذا مدلس قد عنعنى فيتوقف في حديثه يحمل الضعف. على كل على اختلاف في ذلك بين أهل العلم. لعلنا نكتفي بهذا لنتم درس قاحك إن شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوه.